عليكم. شكرا حبايبي، شو اخباركم اليوم؟ راح نبدا بالفصل الثامن اللي هو العلاقات. احنا درسنا في السمستر الاول او الفصل الاول العلاقات، واخذنا انواع اللي هي واحد الى متعدد، واحد الى واحد، ومتعدد الى متعدد، وقلنا في قيود سلامه. تمام، يعني مثلا بالحذف، بالاضافه، لازم الرقم يكون موجود، المفتاح الخارجي يربط بالمفتاح الرئيسي والى اخره. بالفصل هذا اللي هو العلاقات راح نتعلم اليوم او الدرس هذا راح كيف نسوي بالاكسس في قاعده البيانات ربط العلاقات اللي هي الواحد الى متعدد والواحد الى واحد. راح اشير لكم بس المهمه، هاي العلاقات احنا كلها دارسيها، هذا الكلام كله دارسي. راح نتعلم العلاقه هاي اللي هي الواحد الى متعدد، تمام، هذا تعريف بسيط عليها تاشروا. وعندنا الواحد الى متعدد اللي هو العفو، واحد الى واحد اللي هو هذا، تمام. هسه تاشرون هاي بس مجرد مراجعه للشيء اللي احنا اخذناه وطريقه العمل. يعني مثلا كيف اني اسوي واحد الى واحد؟ يكون علاقه راس براس يسموها هم طبعا بالاكسس، سجل واحد ويكون مطابق له في الجدول الثاني، وهذا الجدول مثلا لازم ما يتكرر ولازم يكون عدم التكرار موجود. فمجرد كلام يعني مثل مراجعه، فتاشروا وتشوفوا. زين، راح نجي كيف ننشئ العلاقه. طبعا انشاء العلاقه احنا المهم عندنا بس النقاط. اول نقطه راح نمشي الادوات قاعده البيانات اللي هي واحده من علامات التبويب اللي موجوده، وراح ننقر فوق الامر علاقات. راح تظهر لنا مثل واجهه نختار من عندها الجداول اللي نريد ننشئ بيانات العلاقات والى اخره. زين، اللي هي هاي. بعدين نضيف الجداول اللي احنا نريد نبني العلاقه بيناتها اللي هو النقطه الثانيه. بعدين تظهر الجداول في علامة تبويب اسمها العلاقات. بهالطريقة هاي نسحب طريقة العمل، نسحب المفتاح الرئيسي. إذا نريد نحدد أكثر من سجل تظهر لنا مربع الحوار هذا. هاي طبعا الخطوات العفو راح كلها أنا هسه أطبقها بالبرنامج الأكسل الأكسس العفو. وعندنا النقطة الرابعة نتأكد من الأسماء، والنقطة الخامسة نضغط فوق إنشاء إلى آخره. طبعا من ننشئ العلاقة، راح تكون بهالطريقة هاي، تمام. وطبعا كل شيء موجود، تتذكرون من إحنا قلنا العلاقة تبدي من اليمين إلى اليسار، كل رقم من هذه الأرقام وهاي التأشيرات هي مهمة راح نفتهم من عدها. الملاحظات هاي اثنينات هتأشروها، مهمة هاي الملاحظات. بس مجرد يقول انه لازم يكون عندي التكرار غير مقبول بالمفتاح الخارجي. اذا ارد اسوي علاقة من واحد الى واحد لازم الاثنينات تكون مفاتيح رئيسية والى اخره من الامور. فالملاحظات كلش واضحة. هسه راح نرجع لبرنامج الاكسس، اللي هو برنامج الاكسس. شوفوا هسه احنا عندنا بالحصة اللي فاتت اخذنا هذا الجدول اللي هو معلومات الطلبة. زين، معلومات الطلبة الرئيسية اللي هي هاي، أنا إحنا دخلناها ودخلنا الرواتب وأرقام الهاتف ودرسنا الاتاتشمنت وإلى آخره، وانطينا أرقام للطلاب وقلنا ما يصير يتكرر. أنا شنو سويت؟ عملت جدول جديد اللي هو معلومات الطلبة العامة، يحتوي على فصيلة الدم، رقم الباص، عنوان الطالب، عنوانه، وهنا عندي رقم الطالب اللي أنا راح أنشئ بيانات العلاقات. تمام، هسه راح نجي شنو نسوي؟ نشوف عرض التصميم على مود تراجعون الجداول. طبعا هذا الجدول الجديد، تمام، وهذا الجدول القديم. وعندنا هو مفتاح رئيسي اللي هو رقم الطالب اللي احنا قلنا عليه يكون الملاحظة شنو تقول؟ تقول لازم يكون تلقائي، تمام، وعندنا التكرار غير مقبول. هاي الملاحظة اللي قالها بالكتاب. زين، هسه راح اسكر هاي، ها زين، وراح امشي على علامة التبويب ادوات قواعد البيانات. وين العلاقات؟ هاي، راح اضغط على العلاقات. زين، هسه انا هاي العلاقات منشئها، تمام، راح احذفها بهالطريقة هاي. هسه البيانات الخارجية، دقيقة، خل أدير حفظ، زين، وبعدين إغلاق أدوات قاعدة البيانات، بعدين علاقات. زين، راح ينفتح هذا النموذج الفارغ. زين، أجي على إضافة جداول. أنا هسه كم جدول عندي في قاعدة البيانات؟ عندي اثنين، عندي معلومات الطلبة ومعلومات الطلبة المدرسية. راح أختار الجدول الأول وأضغط إضافة. شوفوا طلع بالنافذة هذا الجدول، وعندي المعلومات الرئيسية وراح أدير إضافة، بعدين إغلاق. تمام، هسه نرتب الجداول شوية عم تكون واضحة ومفهومة. تمام، عندنا الحقول، اسم الطالب، الراتب، الهاتف، والملفات المرفقة. هاي قائمة منسدة اللي نقدر نفتحها ونسدها. وعندي هنا الجدول الثاني اللي هو عنوان الطالب، رقم الباص، فصيلة الدم إلى آخره. زين، هسه أنا شنو أريد أسوي؟ أريد أسوي علاقة واحد إلى متعدد.
تمام، واحد إلى متعدد. زين، طريقة العمل اللي هي هاي النقاط اللي قلت لكم أشروها، راح أنا أشرح لكم إياها خطوة خطوة. أول شيء راح أأشر على المفتاح الرئيسي اللي هو بالجدول الأول. هسه أنا هذا المفتاح الرئيسي راح أربطه مع المفتاح الخارجي اللي هو رقم الطالب. رقم الطالب هو عبارة عن سجل عادي اعتيادي. شوفوا لو نرجع للمعلومات العامة عرض التصميم، زين شوفوا هو أصلا مو مفتاح رئيسي. منو عندي المفتاح الرئيسي؟ أنا اللي هو رقم الطالب في الجدول الأول اللي راح تطلع من عنده العلاقة، تمام؟ فراح نسوي واحد رئيسي وننتظر. المفتاح الخارجي هو برنامج الأكسس، احنا من نربط راح يسوي لنا مفتاح خارجي. فراح اختار هذا الحقل، شوفوا، واضغط بالماوس ضغطة واحدة، بعدين اشيل الحقل واخليه فوق رقم الطالب. طلع لي مربع الحوار، شنو اسمه؟ تحرير العلاقة. زين، تحرير العلاقة راح نجي نفتهمه. تحرير العلاقة شنو ده يقول لي؟ يقول لي أنت راح تسوي معلومات جدول، الجدول هذا معلومات الطلبة المدرسية راح تربطه ويا معلومات الطلبة العامة، وهذا صحيح لأن أنا بديت من اليمين إلى هنا اليسار. زين، وش راح يقول لي؟ يقول لي أنت راح تربط رقم الطالب هذا السمة أو السجل مع رقم الطالب في الجدول الثاني، وهذا اللي أنا أريد أسويه. تمام، هنا شنو راح نسوي؟ لازم نفعل التكامل المرجعي. التكامل المرجعي شنو قلنا؟ تذكرون بالحذف من احنا مرات ننتهك السلامة المرجعية ونفعل هذين الاثنين. زين، هنا شنو عندي؟ تتالي تحديث الحقول المرتبطة وتتالي حدث السجلات المرتبطة. هاي شنو معناتها؟ معناتها انا في الجدول اللي هو معلومات الطلبة المدرسية اذا انا حذفت موظف قاعدة البيانات شنو راح تسوي؟ راح تمشي لهذا الجدول وتحذف كل السجلات اللي مرتبطة به. زين، وإذا ضفت، إذا ضفت طالب جديد هنايا رأسا راح ينضاف هنايا اللي هي احنا عليها قلنا العلاقة المرجعية. زين، لو تشوفون هسه أنا هنايا العلاقة شنو نوع العلاقة هاي؟ العلاقة هاي واحد إلى واحد أو واحد إلى متعدد؟ العلاقة واحد إلى متعدد. كيف عرفت؟ مكتوبة هناية. شوفوا نوع العلاقة، علاقة رأس بأطراف، يعني واحد بمجموعة، واحد بمجموعة. راح أدير إنشاء. زين، شوفوا هسه شلون صارت. هسه شنو عندي هناية أنا؟ واحد، يعني معناتها من واحد إلى هاي العلامة شنو؟ إنفينيتي، يعني معناتها متعدد. احتمال يكون اثنين، احتمال ثلاثة، احتمال أربعة، احتمال خمسة، احتمال مية، احتمال مليون، ما يدري. فيخلي لك برنامج الأكسس علامة الإنفينيتي على مود يخبرك أنه هاي العلاقة اللي أنت سويتها من هنا إلى هنا هي علاقة واحد إلى متعدد. تمام، هسا أنا أنشأتها، فرضت قيود السلامة المرجعية وفرضت عملية الحذف وإلى آخره. راح أدير حفظ بعدين إغلاق. زين، هسه راح ارجع للجداول مالتي الاصليه. الجدول الاصلي هذا، زين، والجدول الثاني هذا الفارغ اللي انا سويته. زين، لو نرجع للجدول الاول شنو راح نشوف؟ راح نشوف اكو تغيير بسيط صار. لو تشوفون هذا التحديد السجل اكو يما صارت اشاره زائد. زين، اشاره الزائد هاي شوفوا من انقر عليها تطلع لي معلومات هذا الطالب بالسجل الثاني، معلومات هذا الطالب بالسجل الثاني. تمام، هسه راح نجي نحدث المعلومات الطالب. تمام، نحدث المعلومات على أساس العلاقة اللي احنا انشأناها. راح نرجع نتذكر العلاقة كانت واحد إلى متعدد رقم الطالب ويا رقم الطالب. هسه نغلق هاي. زين، هسه نجي للجداول الرئيسية. الجدول الرئيسي الأول اللي هو المعلومات المدرسية، وعندي الجدول الثاني اللي أنا انشأته هو معلومات الطالب. لو نشوف هسه صار اكو فالتغيير بسيط بالجدول. إذا لاحظتوا شوفوا صارت عندي إشارة زائد، إشارة زائد، تمام، قبل الحقول. شوفوا لو نضغط على أي واحد من عدها تطلع حقول ومعلومات هذا الطالب في الجدول الثاني. ليش؟ لأن برنامج الأكسس راح ياخذ الرقم 3 ويروح يبحث عن المعلومات مال هذا الطالب في الجدول الثاني اللي هو رقم 3 ويجيبها. رقم الطالب هنا شنو؟ مفتاح خارجي، وهنا شنو؟ مفتاح رئيسي. زين، خلينا نجي هسه نضيف معلومات. مثلا انا اريد اغير معلومات صهيب، ايش قد رقمه؟ 4. تمام، اريد اضيف له معلومات جديده. فمثلا عنوان الطالب صهيب اول ما اجى سكن بانقره، سكن بانقره اتلك، منطقه اتلك. رقم الباص اللي كان يركبه 12، فصيله الدم مالته خلينا نسميها مثلا اي بوزيتيف. زين، رقم الطالب ايش قد؟ 4. لا تنسون احنا شنو لازم هسه نسوي؟ الارقام اللي ندخلها هنا تكون مطابقه
مطابقة للأرقام اللي موجودة. تتذكرون بالسلامة المرجعية من أنا كنت أضيف رقم 7 كمفتاح خارجي، ترجعون تتبعوه بالمفتاح الرئيسي وما تلاقوه موجود ونقول انتهكت سلامة المفتاح المرجعي أو السلامة المرجعية للمفتاح الخارجي، هي هنا هاي راح تصير. تمام؟ فلازم من أنا أحدث معلومات الطالب، لازم أنا أصلا أعرف إيش قد رقمه على مود من أوصل رقم حقل الطالب هذا الحقل، أضيف نفس الرقم على مود برنامج الأكسس يعرف يربط هذا السجل مع السجل بالجدول الرئيسي. زين، هسه أنا ضفت هذا الجدول، راح أضيف غير جدول. زين، مثلا خلنا نجي هسه ناخذ لنا فالطالب ثاني، رقية ايش قد رقمها؟ 6. رقية اول ما اجتي سكنت باسطنبول، تمام، رقم الباص مالتها 22، نوع الدم مالتها او. زين، العفو، ايش قد رقمها احنا قلنا؟ 6. زين، راح اجي هسه شوفوا، راح ادير حفظ، ارجع للجدول الرئيسي. احنا هسه منو غيرنا رقية وصهيب. زين، كيف نعرف التغيير صار؟ راح نضغط على، شوفوا جت المعلومات مالته، أنقرة أتلك 12 أي بوزيتيف. هسه الأكسس كيف عرف إنه هذا مربوط بهذا؟ استخدم المفتاح الرئيسي اللي هو شقد رقمه 4 ومشى للجدول الثاني، ربطه ويا المفتاح الخارجي، جاب هاي المعلومات الثلاثة وربطها وين؟ بالحقل نفسه. فمن تطلع لنا النتيجة هيك، يعني احنا هسه شغلنا صحيح. وشنو بعد غيرنا؟ رقية، هاي رقية. زين، بما أنه العلاقة احنا من سويناها شنو سوينا؟ نرجع للعلاقات، واحد الى متعدد، معناتها انه اني اقدر اضيف معلومات في الجدول الثاني للطالب نفسه اكثر من معلومة واحدة. زين، لان انا عندي واحد الى متعدد. زين، هسه الطالب صهيب اول ما اجى نفس ما عرفنا سكن بأنقرة أتلك ورقم الباص مالته 12 ونوع الدم مالته هي انا. زين، اريد اضيف معلومات النوب، اريد اضيف النوب. اللي صار شنو؟ بالفصل الثاني صهيب حول من أنقرة أتلك الى أنقرة كيتشورن. زين، فرقم الباص مالته تغير من 12 صار شقد؟ 24. نوع الدم مالته هو بقى ثابت، ما لنا علاقه به، صح؟ زين، الطالب من هو؟ رقم 4. زين، راح انزل هنا ادير حفظ. شوفوا هسه لو نرجع الصهيب ونضغط على السهم. زين، اوكي، شوفوا هسه هاي طلعت لنا معلومه واحده. طبعا احنا لازم شنو نسوي؟ لازم نغلق الجدول ونرجع نفتحه من جديد على مود برنامج الاكسس يدير لنا ريفرش. هسه انا سكرت المدرسية، أفتحها مرة ثانية وأجي على صهيب. شوفوا هسا أول ما إجا أنقرة أتلك، إجا برنامج الأكسس أخذ القيمة مالته 4، تمام، ومشى وين؟ للجدول مالتي، لقى 4 هنا، جاب المعلومات وألحقها بالسجل مالته، وبعدين مشى للجدول اللي تحته لقى 4 النوب وشال المعلومات هاي كلتها وألحقها تحته. فتطلع لي تقرير كامل لكل المكانات اللي انتقل بها صهيب خلال السنة هاي، تمام، بس مجرد أنقر على هذا السهم. زين، هسه هاي شنو العلاقة؟ واحد إلى متعدد. زين، طبعا بنفس الطريقه نقدر شنو نسوي مثلا بدل فصيله الدم اخلي درجات الطالب. زين، اقدر اخلي درجات الطالب، نغيرها. شوفوا اغلاق امشي هنا وبعدين اجي على عرض التصميم، بدل فصيله الدم راح اخلي معدل الطالب او مثلا درجه الطالب. زين، وراح نخلي درجات، راح نغيرها من هذا الى رقم. شوفوا هسه من ندير حفظ راح تطلع لنا رساله تحذيريه. ليش؟ لان اني النص راح احوله الى رقم، فراح اقول له نعم. زين، وخلاص خلي تروح البيانات، شو اسوي لها؟ زين، نفس ما تعلمنا، راح ارجع المدرسيه هاي وعندي هنا العامه درجات الطالب. عندي صهيب اول درجه له كانت ايش قد؟ المعدل، خلنا نفرض الدرجه الاولى الماده الاولى 91، بعدين مو حول لاسطنبول. زين، معدله صار شو اسمه 88، نزل المعدل مالته، العفو، 88 هاي درجة شو اسمه رقية. زين، وبعدين بالسنة الثانية بقى في أنقرة ورجع مرة ثانية لأتلك، تمام، إيش قد رقم الباص مالته؟ رح يرجع نفسه اللي هو رقم 12. المعدل مالته إيش قد؟ خلينا نقول 95.
إذا شو راح نستنتج؟ الطالب كل ما دا يرجع الأنقرة أو الأتلك المعدل مالته دا يتحسن، إذا لازم يبقى بأتلك. زين، وشوفوا انطيته نفس المفتاح 4 4 4 على مود برنامج الأكسس يعرف إنه أنا دا أحدث معلومات نفس الطالب. نجي هنايا طبعا نسكره، نجي نفتحها مرة ثانية عم بيسوي لنا ريفرش، راح نجي على الصهيب وننقر القائمة المنسدلة. شوفوا طلعت المعلومات كلها. المعلومات شنو تقول؟ أول شيء كان في أنقرة أتلك رقم الباص مالته المعدل مالته، حول الكيتشورن رقم الباص 24 درجة الطالب 88 اللي هو المعدل، بعدين رجع الأنقرة أتلك صار رقم الباص 12، بعدين درجة الطالب شنو صار بيها؟ معدل الطالب زاد. زين، هسه هاي شنو هاي؟ هذا واحد إلى متعدد. حلو، اتذكروها، واحد الى متعدد بدليل انه انا قدرت ادخل اكثر من قيمه. زين، راح اجي اغير هاي، اوكي، راح امسح المعلومات كلها على مود نبدي من جده وجديد. نعم، انا اريد امسح، حفظ، اسكر هاي، امشي ادوات بنايات علاقات، ااشر على العلاقه بالمشيره واضغط المفتاح ديليت، راح احذف العلاقه. يقول هل تريد بالتاكيد حذف العلاقه المحدده في قاعده البيانات نهائيا؟ نعم، انا ما اريدها، وبعدين ادير حفظ واغلاق. زين، هسه انا شنو سويت؟ صفرت الجداول على مود ارجع ابني مره ثانيه، ابني مره ثانيه اللي هي علاقه واحد بواحد. وشوفوا لو تلاحظون بالجدول من حذفت العلاقه شنو صار؟ الزائد راح، صح؟ الزائد بعد ماكو، ليش؟ لان انا بعد ما عندي علاقه تربط الجداول. زين، هسه نرجع للكتاب. الكتاب هنا شنو يقول؟ بالعلاقة واحد إلى واحد، علاقة واحد إلى واحد تتطلب إنه أنا أدير نفس الخطوات كاملة، بس عندي فرق خطوة واحدة، فرق خطوة واحدة اللي هو هذا. زين، الخطوة الواحدة شنو هي هاي؟ لازم المكان اللي تطلع من عند العلاقة يكون مفتاح رئيسي، والمكان اللي تنتهي به العلاقة يكون مفتاح رئيسي. يلا أنا أقدر أدير لك علاقة واحد إلى واحد. راح نرجع للجدول مالتنا، أمشي أدوات قاعدة البيانات. قبل ما نمشي هنا عرض التصميم وعرض التصميم. زين، هسا العلاقة مين راح تطلع؟ إحنا قلنا رقم الطالب. وين راح ترتبط؟ ترتبط في رقم الطالب اللي هو الحقل الأخير من الجدول الثاني. زين، على مود إحنا نسوي العلاقة اللي هي واحد إلى واحد، شنو المطلوب من عندنا؟ المكان اللي تطلع من عند العلاقة لازم يكون مفتاح رئيسي. حلو، هي أنا مفتاح أساسي ومؤشر وكامل. نجي هنا، هل إنه اللي راح تنتهي فيه العلاقة هو مفتاح رئيسي؟ لا. زين، مفتاح عادي، هذا سجل عادي، سمة عادية، فلازم أختارها وأسويها مفتاح أساسي، وبعدين أحفظ الجدول وأسكر الجدول وأسكر الجدول. هسه يلا عاد أبدي أنشئ العلاقة. راح أمشي نفس الخطوات، إدارة أدوات قاعدة البيانات، العلاقات، طلعت الجداول موجودة. شوفوا هسه هذا المفتاح صار يم رقم الطالب، وهنا عندي مفتاح. هسه صار عندي هنا مفتاح رئيسي ومفتاح رئيسي. هسه شنو راح أقدر أسوي؟ أسوي علاقة واحد إلى واحد، راح أضغط على السمة، بعدين أسحبها وأخليها فوق هاي السمة. زين، رأسا طلع لي مربع الحوار اللي هو تحرير العلاقة. زين، شنو قلنا؟ لازم نفرض السلامة المرجعية على مود برنامج الأكسس يديرها، وعندي الحذف والإضافة لازم أسويها بحيث إذا انحذف سجل منا لازم ينحذف منا، وإذا انضاف هنا سجل ينضاف هنايا. تمام، وشفتوها أنتو من ضفت آني سجلات هنا ورجعت للجدول الرئيسي، رأسا لقيتها موجودة. زين، هسا أنا كيف أعرف أنه العلاقة صارت واحد إلى واحد؟ نجي رأس العلاقة، نوع العلاقة، شوفوا علاقة رأس برأس. علاقة رأس برأس شنو معناتها؟ معناتها علاقة واحد إلى واحد. تمام؟ زين، هسه راح أكمل إنشاء. شوفوا صار واحد إلى واحد، راح أدير حفظ تثبيت للعلاقة، بعدين إغلاق وأنتهي. هسه راح أرجع مرة ثانية، شنو أسوي؟ أفتح الجداول، زين، وابدي ادخل معلومات. زين، هسه راح نرجع نطبق نفس العمليه بالمن الصهيب. شوفوا رجع السهم، لان عندنا علاقه هسه صارت. راح اجي هسه اول شيء اقول انقره اتلك، هو كان بهذا المكان، رقم الباص 12، درجه الطالب من هو كان في اتلك 91، رقم الطالب ايش قد؟ 4. زين، راح انزل تحت. الطالب هسه، الطالب اللي عندي من نريد نحدث؟ قلنا رقية ساكنة في اسطنبول. زين، اسطنبول رقم الباص مالتها 22،
درجة الطالب ايش قد، خلينا نعطيها 88 ما عندي مشكلة، رقم الطالب 6. زين شوفوا هسه راح ننتهك قيود السلامة. كيف ننتهك قيود السلامة؟ راح اخلي او اضيف، راح اضيف حقل جديد للطالب اللي رقمه 4 اللي هو من هو صهيب. زين وانتهك السلامة المرجعية، راح اضيف جدولين ومربوطة بمفتاح واحد. احنا قلنا العلاقة 1:1 لازم سجل للسجل، ما يصير تكرار. شوفوا البرنامج الاكسس كيف راح يعرف، راح اقول انقرة، انقرة مثلا كيتشورن. زين رقم الباص 24، درجة الطالب قلنا 95، وشوفوا راح اخلي نفس الطالب 4 وادوس تاب. رأسا طلعت رسالة خطأ. شنو رسالة الخطأ؟ تقول لم تنجح التغييرات المطلوبة على الجدول لأنها قد تنشئ قيما مكررة في الفهرس أو المفتاح الرئيسي للعلاقة. غير نوع البيانات، يطلب من عندي تغيير نوع البيانات اللي تحتوي على بيانات متكررة أو أزل الفهرس. زين يقول لي لو تزيل الفهرس هذا تغيره، لو تغير تصميم الجدول، راح أقول له أنا موافق ويطلب من عندي تغيير. زين يا إما أمسح وأضيف قيمة جديدة الغير طالب مثلا رقم 5 تمام، أو أمسح السجل كله. فشفتوش كيف اعترض؟ ليش هسا اعترض الأكسس؟ لأن يقول لي أنه أنت العلاقة اللي دايرها، العلاقة اللي رابطها اللي دايرها بين هذا الجدول وهذا الجدول هي 1:1. زين أنت كيف تدخل سجلين لنفس الطالب اللي هو رقم 4؟ ما يصير، أنت داير 1:1 تمام. فبهاي الحالة أنا شنو أسوي؟ السجل نفسه أدير له حذف أو ديليت، حذف السجل نعم تمام. هسه رجعت على الخطأ اللي أنا سويته، درت حفظ، بعدين أرجع للبرنامج وألاقي هناية قيمة واحدة الصهيب. طبعا لازم أسده وأفتحها مرة ثانية. زين فشفناها إحنا أنه أنا ما أقدر أضيف بس قيمة واحدة الصهيب. ليش؟ لأن عندي علاقة 1:1. فإحنا كلها درسناها بالفصل الأول، هي تقريبا هنا موجودة. طبعا العلاقات، أدوات العلاقات اللي هي هاي، أقدر أنا هنا أجي نقرتين سريعة تطلع لي هناية، عندي أنواع من الربط، أنواع من الربط هاي قيود سلامة إضافية، إضافية أقدر أضيفها للعلاقة 1:1 تمام. أقدر أسوي 1:1 مثلا أو متعدد إلى 1، إحنا قلنا هاي نفسها. زين أقدر أنشئ جدول ثالث وأربط هذا 1:1 و1:1 تصير هجين العلاقة، همين ما عندي مشكلة كلتها تدعمها. زين الملاحظة الأخيرة بعد ما شفنا التطبيق، ننزل هنا، ها حذف العلاقة. حذف العلاقة كل السهل، يقول لك أشر على الخط، انقر فوق الخط، بعدين اضغط المفتاح ديليت. زين هسه انا اجي ااشر فوق الخط، شوفوا هسه اختاريت الخط، شفتوا شلون لونه تغير تمام. ااشر فوق الخط واضغط مفتاح ديليت، راح تطلع لي هاي الرساله، هل تريد او تريد بالتاكيد حذف العلاقه المحدده في قاعده البيانات نهائيا. زين راح تطلع هي هاي الرساله هاي. زين اذا ضغطت نعم راح تنحذف كلها، واذا ضغطت لا خلاص ها هي. زين الملاحظة هنا شنو تقول؟ إذا كان أي جدول من الجدول الموجودة في علاقة مستخدم قبل، زين المستخدم من قبل شخص أو عملية أخرى، ما تقدر أنت تعمل عليه علاقات أو تحذف منه أو تسوي أي شيء. راح نجي نشوف هاي الملاحظة شنو وظيفتها. زين شوفوا هسا أنا راح أجي دقيقة نمسح هاي العلاقة نعم. زين هسه ليش العلاقه من مسحت؟ شوفوا اشرتها ديليت. زين نعم. زين انطاني رساله خطا اللخي، تعذر على مشغل قاعده البيانات مسح العلاقه. ليش؟ لانه قيد الاستخدام مسبقا. شنو معناتها قيد الاستخدام؟ قيد الاستخدام معناتها انت فاتحه هنايا، شوفوا هذا مفتوح اللي هو من هو معلومات الطلبه العامه هي انا. ما يصير اني العلاقات بقاعده البيانات ما تصير او احذفها او اضيفها اذا انا كنت فاتح الجدول بهالطريقه. فشنو لازم اسوي؟ لازم اسكر الجداول وامشي للعلاقه، يلا اقدر اني اغير بالعلاقه او اضيف علاقات جديده. فشوفوا هسه من اني مو سديت الجداول كلها، راح اجي اضغط هنا زين، اضغط ديليت تمام. شوفوا المسحت راسا ما انطاني اي مشكله. راح اجي هنا اعمل حفظ اغلاق وامشي للجداول، رجعت نفس ما هي. زين شوفوا حتى الزائد راح، كلها راحت المعلومات، الربط والملاعب كلها راحت. فشوفوا الحلو بالموضوع، الحلو بالموضوع شوفوا صارت عندي حقول جديده بالجدول من ربطت بالعلاقه.
بينما من أمسح العلاقة البيانات ترجع بالجداول تبقى زي ما هي. زين، فهذا الشيء حلو يخليني انه اني اعدل بالعلاقات مستقبلا، انه مثلا هاي العلاقه 1-1 ما عجبتني راح اسويها 1-متعدد. اوكي، البيانات الربط تروح وتنشا بيانات ربط جديده والى اخره من هذا الامور. هاي ملاحظتنا او العفو محاضرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله نكمل باقي العلاقات والاعدادات تقريبا اللي احنا وصلنا هسه تغيير علاقه الجدول. زين، ونشوف شلون ان شاء الله. الله يحفظكم حبايبي، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله، ويزيل عنا هاي الغمة، ونلتقي بكم مرة ثانية.